الأسى. يعني قال الله للنبي في سورة المائدة مرتين لموسى: فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: فلا تأس على القوم الكافرين. في الأعراف قال شعيب: فكيف آسى على قوم كافرين؟ قال الله لنا في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هل الظاهر أن الأسى أقرب لمرادنا من الحزن؟ الذي تريده تجده في الأسى أكثر. ليش؟ الأسى بحروفها تشبه الأسوة والتأسي اللي هو الاتباع. فأنا قد آسى عليك، يعني تذهب نفسي وراءك، كما قال الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم. هذا فيه شيء من الاتباع والذهاب وراءك. فلما قال الله: لا تأس على القوم الفاسقين، لا تأس على القوم الكافرين، قال شعيب: كيف آسى على قوم كافرين؟ الظاهر هذه أقرب لمرادنا. لما يريد الناس إنه أنا حزين لأجلك، إما أنك أن تقول حزين لأجلك أو أن تقول آسى عليك، لأنه ظاهر القرآن أقرب لمثل هذا، والعلم عند الله. والعجيب أنني وجدت أن سورة المائدة ذكرت هذه مرتين: لا تأس على القوم الفاسقين ولا تأس على القوم الكافرين. والذي سمع، وسنفصل في سورة المائدة ومثل الغراب بابني آدم، قربنا لكم فيها أخواننا أنه اللي صار أن الله قال فيها في سورة المائدة، وإحنا قربنا وسيكون هذا تقدم لما سنفصل فيه، أن ابن آدم القاتل تتبع سوءة أخيه. فتجد في سورة المائدة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، عليكم أنفسكم. ها؟ فوجدت أنه إذا كان التأسي الأسى والتأسي أخوان في الحروف، الظاهر ليش كانت لا تأس على القوم الفاسقين لا تأس على القوم الكافرين في المائدة مرتين؟ الظاهر لأنه هذا من الاتباع. لما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بقلبي ولم من آمن بلساني ولم يؤمن قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. فالتأسي والأسى هذه فيها غير عن الحزن، لأنه فلان يأسى على شيء يريد أن يذهب وراءه. لما قال الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالظاهر أن الأسى أن يعني تتبع نفسك ما تشتهي وما تحزن لأجله. هذا الأسى مع الحزن.